بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الان وكل اوان ورا ظهر الدهور امين. الاقباط في 13 حديث من الاحاديث المحمديه التي يطلقون عليها مسمى الاحاديث الشريفه. أدرك الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد يوسف في كتابه العظيم مصر في القرآن والسنة المطبوع للمرة الثالثة عام 1991 طبعة نشر دار المعارف في أرض مصر صفحة 181 وصفحة 831 باقة من الأحاديث التي أتلى بها نبي الإسلام محمد مدحا في المسيحيين بصفة عامة وفي أقباط مصر بصفة خاصة. نأخذ من هذه الأحاديث 13. أولا، شرفت مصر من محمد بدعوتها في شخص حاكمها المقوقس إلى الإسلام، إذ كتب محمد إلى المقوقس هذه الرسالة في كتابه المشهور: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام فاسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم كل القبط جميعا. فإن توليت يعني إن رفضت، فعليك إثم يعني ذنب القبط جميعا. ثم ختم محمد رسالته إلى المقوقس بهذه العبارة القرآنية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فدي أول حاجة بتبين أول علاقة. وطبعا لما نرجع للسيرة النبوية نلاقي أن في العام السابع للهجرة، هذا العام كان يسمى عام الوفود، لأن محمدا أرسل وفودا إلى البلاد المجاورة يدعوها إلى الإسلام. أرسل إلى كسرى في الشام، وأرسل إلى الفرس، وأرسل إلى اليمن، وأرسل إلى المقوقس في أرض مصر. إن الذي حمل رسالة محمد إلى المقوقس كان واحدا يسمى حاطب ابن بلتعة، ووفد إلى مصر وسأل أين يوجد المقوقس، فقيل له إنه في الإسكندرية، فشد الرحال إلى الإسكندرية ووجد المقوقس جالسا على ضفاف البحر العظيم الذي كان يسمى البحر المالح، والذي هو الآن البحر الأبيض المتوسط ميديترينيان سي. وأعطاه الرسالة وأخذ منه ردا جاريتين اللي هم ماريا القبطية وأختها شيرين
التي صارت فيما بعد زوجة للنبي، وشيرين أو سيرين صارت لحسان اللي هو شاعر النبي، وبعضا من عسل بنها، وبغلا وعبدا، ورجع مرة تانية بهذه الرسالة. ده الحديث رقم واحد اللي هو في علاقة، أول علاقة تربط ما بين نبي الإسلام وأقباط مصر. حديث رقم اثنين نقله الدكتور أحمد عبد الحميد يوسف من جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا به، آسف، إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. اللي قال عليهم عادل عبد الباقي انهم اعطوا التصريح بنهب محلات الصياغة للمسيحيين في نجع حمادي وصنبو وبديروت والقوصية والملاوي وابو قرقاص، دول يقف ضدهم النبي خصيما لانه قبل 14 قرن رنت كلماته مدوية في أرجاء أذن كل مسلم في ذلك الوقت. استوصوا بالقبط خيرا، ده مش خير. قل لهم كده يا عادل عبد الباقي: يا من تاب واستتاب وخرج عن صف الجماعات الإسلامية. ناخد النص الثالث. قال رسول الله، طبعا اسمح لي ان النص مكتوب صلى الله عليه وسلم: ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا باهلها. هنا ما قالش بالاقباط، لان كل اهل مصر اقباط. ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. إيه حكاية القيراط؟ إحنا عندنا في أرض مصر كل حاجة نيسها بالقيراط. الفدان 24 قيراط، الذهب في عيار 17 قيراط، وعيار 14 قيراط، وعيار 21 قيراط. ده الذهب اللي مخلوط بالنحاس، يبقى 21 قيراط ذهب و3 نحاس، 14 ذهب و10 نحاس، 17 ذهب و7 نحاس. لكن الذهب ال 24 قيراط يبقى ده الذهب الصافي اللي مفهوش نحاس. حتى الواحد يقول لك انا نشكر ربنا مبسوط 24 قيراط، ايه اللي دخل القيراط في كده؟ الإيراد دخل عندنا كعملة قياس في عالم الأرض، وكعملة وزن في عالم الذهب، ثم صار أيضا يتعارف به الناس في الأمزجة والطبائع. فدي كلمة مصرية. يمكن كلمة قيراط لأن كلمة رات باللغة القبطية يعني قدم، وقيراط يعني اللي محطوط تحت القدم. فبيقول انتوا هتفتحوا مصر، لو فتحتوا مصر، دي بلدة بيقولوا عليها كل حاجة ويقولوا عليها قيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا لأن لينا عند الناس دول ذمة ورحمة. والأقباط طول عمرهم من جواهم الرحمة ومن براهم الذمة. حديث الثالث. قال رسول الله، حديث الرابع،
عن عمر ابن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيفتح عليكم بعد مصر، فاستوصوا بقبتها خيرا، فإن لكم منها صغرا وذمة. إذا بدل ذمة ورحمة بقت صهر. طب احنا صهرنا العرب؟ المصهرة دي تمت في أول الأمر في هاجر التي تزوجها إبراهيم، وإبراهيم تزوج هاجر الجارية المصرية. طب دي هاجر دي راحت مصر، دي من مصر راحت لإبراهيم إزاي؟ ما إبراهيم نزل أرض مصر وصار صارت زوجة لفرعون مصر. وعندما أمسك الله فرعون مصر على أن يسيء إلى سارة، وخرجت سارة من أرض مصر ومن بيت فرعون، فرعون أعطاها جواري وأعطاها خير وأعطاها ممتلكات وأعطاها بغال وحمير وجمال، حمل خير كتير وقال لها خدوا مع السلامة بس سامحين على اللي حصل، وانت كمان كنت هتوديني في داهية يا إبراهيم، كنت هتسيء إلي وإلى كل شعبي لأنك قلت عن زوجتك إنها أختك. أرجو أن يكون تعويض عما حدث كل الخير ده. فمن ضمن الجواري اللي خدتهم سارة كانت هاجر، وذهبت هاجر الجارية المصرية مع سيدتها سارة العبرية إلى أرض كنعان، وهناك صارت لإبراهيم زوجة وأما لابنه. وعشان كده لما جت تختار زوجة لإسماعيل اختارت زوجة مصرية لإسماعيل العبري. يبقى هاجر المصرية تزوجها إبراهيم إلى حين لحد ما انجب منها، زي حكاية استئجار الارحام. وبعدين هاجر المصرية زوجت اسماعيل ابنها لزوجة مصرية، يبقى في صهر. ومحمد ايضا تزوج بزوجة مصرية اللي هي ماريا القبطية. في فيلم، الفيلم ده اللي بيمثل فيه، أنا أقول برضو لأن طبعا شفته، أحمد عبد العزيز بيمثل دور شيخ بيدعي أنه شيخ وهو أصلا زعيم عصابة. وبعدين الشيخ ده هو لما راح جامع لقى إمام الجامع بيخطب وقال: مصر التي فيها تربى موسى وإليها هرب عيسى ومنها تزوج محمد. الثلاثة القمم دول موسى وعيسى ومحمد. موسى تربى في مصر، عيسى هرب الى مصر، محمد عندما تزوج من بره جزيرة العرب ما جابش واحدة اجنبية من بلاد الشام. دي يمكن الواحدة الأجنبية اللي كان يتجوزها من اليمن خطبها على فراش الموت، وذهب أبوها لكي يحضرها أحضرها فوجد محمدا قد مات. يبقى في صهر بين أقباط مصر وبين المسلمين. صاهروا إبراهيم في هاجر، وصاهروا إسماعيل في زوجة مصرية لا نعرف لها اسما، وصاهروا يوسف في أسنات بنت فوط فارع كاهن أون أي عين شمس، وصاهروا محمدا في ماريا القبطية بنت شمعون التي كانت من قرية حفن من بلدة الشيخ عبادة شرق مدينة ملوي. حديث رقم 5. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أوصى عند وفاته فقال: الله الله في قبط مصر. يا ترى الله الله دي أداة استعجاب ولا الله الله يعني في ذمة الله؟ يعني هو بيوصي علينا ربنا ولا هو متعجب علينا؟ يعني دي أداة استعجاب ولا بيطلب من ربنا من أجلنا؟ عن أم سلمة أن رسول الله أوصى عند وفاته فقال: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. يبقى هنا دلوقتي حاليا لما بيقول عن هؤلاء الناس الله الله، هل هناك إله يدعو إلى قتل قبط مصر؟ ده هو بيوصى علينا الله. ده الواحد لما بيجي يموت ويسيب ابنه عيل صغير يوصي أمه، لما بيجي يموت ويسيب أمه لسه عيلة وعندها أطفال يوصي أبوه. خد بالك من ده، ده زي القطة المغمضة، اقفوا جنبيها عشان تقدر تربي عيالي. فهو لما جه يموت بيوصى علينا مين؟ بيوصى علينا ربنا اللي خلقه وخلقنا. الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. حديث رقم 6، قال رسول الله: إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم. أجعد الرأس يعني الشعر الأكرت، وده اللي بيتميز بيه الشعر المصري، ما هواش شعر معقد زي الشعر الأفريقي ولا شعر سايب زي الشعر الشامي اللي في سوريا ولبنان والأردن والعراق، لدن أجعد الرأس. قال رسول الله: أنكم ستقدمون يعني قادمون إلى قوم جعد رؤوسهم، فاستوصوا بهم خيرا، فإنهم قوة وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله. مين دون القوم اللي جعد رؤوسهم؟ قبط مصر. قبط مصر جعد رؤوسهم. حديث رقم 7، الذي أدرجه وكتبه الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد يوسف في كتابه مصر في القرآن والسنة، الطبعة الثالثة سنة 1991، طبعة دار المعارف المصرية. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع رسول الله يقول: أنكم ستكونون أجنادا وخير أجنادكم أهل مصر، خير أجناد أهل الأرض أهل مصر، لا تأكلوهم أكل الخضر. بيقول للعربي اللي مشهور بالجفاء، مشهور بالقوة والقسوة، اللي ما يتفهمش إلا بالسيف، اوعوا تاكلوا أقباط مصر زي ما بتاكلوا الخضار، لا تأكلوهم أكل الخضر، خليكم حنينين عليهم شوية، اوعوا تدهسوهم ببقكم وتهضموهم ببطنكم. احنا مش احنا اللي بنقول كده؟ لا تأكلوهم أكل الخضر. ده الحديث رقم 7. حديث رقم 8، قال رسول الله: استوصوا بالقبط خيرا. يا سلام، ده ما قالش استوصوا خيرا غير باتنين، استوصوا بالقبط خيرا واستوصوا بالنساء خيرا، لان معروف ان الراجل ممكن يبقى اقوى من المرأة، فلو هما الاتنين دخلوا في صراع مع بعض الحرب غير متكافئة، والغلبة لابد أن تكون للرجل. والمسلمين يستخدموا القوة
المسيحيين يستخدموا المحبة، فلو هما الاثنين دخلوا في صراع مع بعض هتبقى معركة غير متكافئة. الغلبة لابد أن تكون للمسلم، فقال استوصوا خيرا بالاثنين دول. قال النساء خلقنا من ضلع أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. بس قالها مرة قبل الجملة مرة بعد الجملة. قبل الجملة قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج إذا حاولت استقامته كسرته، فاستوصوا بالنساء خيرا. طبعا يعجبني ذكاء الأستاذ عمرو خالد في البرنامج بتاعه اللي بينادي بإسلام خفيف اللهجة صالح للاستخدام الأدمي. قال لهم ايه؟ قال لهم النساء خلقنا من ضلع أعوج، ما احنا بنتكلم كويس يا رسول الله، ما انت بتقول استوصوا بالنساء خيرا، ليه بس كده قلبت الموضوع؟ ده كلام الأستاذ عمرو خالد. قال النساء خلقنا من ضلع أعوج، الضلع الأعوج ده علشان يحيط بالقلب، لأجل هذا سميت حواء باسم حواء من الاحتواء، لأنها تحتوي الرجل تحيط بحوله. شكرا لك يا أستاذ عمرو خالد على هذا التخفيف والتلطيف، والكلام دلوقتي بيخلي النفوس تهدى ونبقى مستعدين ان كل واحد يتقبل الاخر. استوصوا بالقبط خيرا فانكم ستجدوهم نعم الاعوان على قتال عدوكم. استوصوا بالقبط خيرا، اقولها كم مرة ليك يا اخي المسلم عشان تحفظها. القبط اللي ساكن جنبك ده استوصي به خيرا، القبط اللي بيشتغل معاك في نفس الوزارة استوصي به خيرا، القبط اللي متشعبط معاك في اوتوبيس واحد استوصي به خيرا، القبط اللي ماشي معاك في شارع واحد استوصي به خيرا، القبط اللي واقف يشتري من بقال او من جزار واحد استوصي به خيرا. نمرة 9، شوف الحديث الآتي بيقول ايه. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق فقال استوصوا بالإدم الجعد ثم أغمي عليه مرة تانية. الله، ده واحد في آخر حلقة الموت، يعني واحد بيصارع الموت، يبقى دلوقتي يا بطني يا ظهري يا مصاريني شوفوا لي حاجة تسكت الألم، انقذوني من النفير. مفروض ان يكون فكره في كده، وكل الناس اللي حواليه فكرهم ازاي يخففوا عنه، لكن ده مرض وهجم عليه وبعدين فاق دقيقة. خلوا بالكم من الإدم الجعد، وبعدين هجم عليه مرة تانية ثم أفاق فقال مثل ذلك. فقال القوم لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدم الجعد فأفاق، صحي كده وتنبه، فسألوه مين دول الأدم الجعد اللي انت ما بتموت وبتهلوس عليهم، يعني من قبل ما تسلم الروح بتوصى عليهم مين دول؟ فقال قبط مصر فإنهم أخوال وأصهار وهم أعوانكم على عدوكم وأعوانكم على دينكم. عشان كده نشكر ربنا، مفيش مسلم بيعارض، مفيش مسيحي بيعارض مسلم في ديانته، بل بالعكس تلاقي المسيحيين في أول رمضان يروحوا للمسلمين، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. انا في مره من المرات دخلت على مسؤول كبير في مصر، وكان في ايام صيام رمضان، فضرب الجرس فجيه الساعي قال له شوف ابونا بيشرب ايه. قلت له لا متشكر مش هشرب حاجه. قال لي ليه؟ قلت له كل سنه وانت طيب، النهارده صيام رمضان. قال له وانت صايم؟ قلت له لا مش صايم.
يعني انت مش صايم رمضان؟ قلت له لا مش صايم رمضان. قال مش تشرب ليه؟ قلت له انا لا اجاهر بالفطر في رمضان حرصا على مشاعر اخواتي المسلمين، لكن انا ممكن اكل جوه بيتي واشرب جوه بيتي، لكن بره بيتي لا، علشان ما اجرحش مشاعر اخي المسلم اللي يكون صايم. الراجل شكرني على هذه الروح. قلت له ليه تعتبرها ان الروح دي موجوده فينا كلنا بس انتوا مش عارفين ما اكتشفتوهاش؟ نحن نراعي كل مشاعركم اعوانكم على دينكم. فقالوا كيف يكونون اعواننا على ديننا يا رسول الله؟ فقال يكفونكم اعمال الدنيا وتتفرغون للعباده. هذه برضو يعني الاقباط يشتغلوا ويجيبوا لكم فلوس وانتوا قاعدين تتوضوا وتصلوا، ده ما كده معلمهم الكسل. انت تصلي الفروض الخمسه من اول الفجر لحد العشاء وهو يشتغل ويجيب لك وانت اللي تاكل من خيره. كيف يكونون اعواننا على ديننا يا رسول الله؟ قال يكفونكم اعمال الدنيا وتتفرغون للعباده. زي ما الشيخ الشعراوي برضو قال ان الاختراعات دلوقتي بتيجي من الغرب، التلفزيون ده من الغرب، الكهرباء من الغرب، التليفون من الغرب، الراديو من الغرب، واحنا هنا يا دوبك بناخد حق الاختراع. هما بيصرفوا كل الدنيا وبيصرفوا كل الوقت في ان هما يفكروا ويخترعوا، واحنا متفرغين للعبادة وللصلاة وللصوم. الله، هو ده طريقة، دي حاجة نفتخر بيها برضو ان هما يشتغلوا ويجيبوا لنا فلوس واحنا نتفرغ للعبادة؟ يكفونكم اعمال الدنيا وتتفرغون في العبادة. فالراضي بما يؤتى اليهم كالفاعل بهم. ده انا اقولها 10 مرات ويسمعها 100 مسلم. الراضي بما يؤتى اليهم كالفاعل بهم، يعني الراضي بالمصيبة اللي تيجي على القبطي زي اللي يفعل مصيبة على القبطي، والكاره لما يؤتى اليهم من الظلم كالمستنزه عنهم. يعني حتى لو ما كنتش انت اللي بتضطهد، انت اللي بتضرب، انت اللي بتؤذي، مجرد انك انت راضي بان هو يضطهد تبقى انت اللي بتضطهده، رغم انك انت ما مديتش ايدك، رغم انك انت لم تؤذيه. ما قالك من اذى ذميا فقد اذاني، انت لسه ما مديتش ايدك، ما قربتش عنده، لكن كونك انك انت راضي بالظلم اللي يجي على القبطي تبقى انت ظالم. الراضي بما يؤتى إليهم كالفاعل بهم، والكاره لما يؤتى إليهم، يعني لما أشوف قبطي مع واحد مسلم وعماله يضطهده وأنا أبقى متبرم ومتضجر في داخلي، أبقى كده ربنا عافاني من المسؤولية. فمرة من المرات قابلت واحد مسلم متخفي، وبعدين بقول له انت متخفي ليه كده؟ ده مش شكلك اللي انا متعود عليه. قال انا رايح اشد التلغراف في فلان المسلم اللي بيضطهد اخويا المسيحي. قلت له طب لما تشد التلغراف ما يعني ايه اللي خلاك انك انت تخفيت؟ قال ما انا لو ظهرت على اني مسلم الراجل بتاع التلغراف مش هياخد التلغراف، لكن انا هقول انا خالي المسيحي. يا سلام، ادي الكاره لما يؤتى اليهم كالمتنزه عنه. اقولها مره تاني وتسمعها مره تاني مني، يا اخويا المسلم ياللي انت واقف تتفرج على مسلم بيضرب مسيحي وتبقى بتتشفى وتشفي غليلك وتشفي ما في الصدور. الراضي بما يؤتى إليهم كالفاعل بهم، والكاره لما يؤتى إليهم كالمتنزه عنه. الراضي بما يؤتى إلى القبط من ضرر كالفاعل في القبط من ضرر، والكاره لما يؤتى على القبط من ضرر كالمتنزه بما يؤتى إلى كل قبط من ضرر. ده مش كلامي، ده كلام الرسول، رسولك الذي أنت تعتبره القدوة الحسنة، كان لكم
في رسول الله قدوة حسنة. مرض رسول الله فأغمي عليه ثم فاق فقال استوصوا بالإدم الجعد، أدي الصحم الجعاد اللي هم الناس أجعد الرأس اللي هم لبيض ولسود، اللي قالت عنه المغنية عفاف راضي قالت حتى لوني أمحي لون خيرك يا مصر، لون بشرتي اللي هي الصحم اللون القمحي، لا هي البيضة بتاعت الشوام ولا السودة بتاعت الأفارقة، لون خيرك يا مصر، حتى لوني أمحي لون خيرك يا مصر. وبعدين أغمى عليه وأفاق، أغمى عليه وأفاق، كل ما يفوق خلوا بالكم من الجماعة الإدم الجعد، وبعدين يغمى تاني يفوق خلوا بالكم من الإدم الجعد. عايزين نسأل مين دول؟ قالوا مع أخبار مصر، خلوا بالكم من أخبار مصر. طب دول أخوالكم وأسركم، أخوالكم ليه؟ أصل إبراهيم ابن النبي يبقى أخوكم، ما هو القرآن كده النبي أولى بالناس من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يبقى مريا القبطية بقت من أمهات المؤمنين، يبقى إبراهيم ابن أمكم يبقى ده أخوكم، إبراهيم ده يبقى أخواله موجودين في مصر، يبقى إذن الأقباط أخوالكم. الرئيس السادات لما كان البكباش محمد أنور السادات وبعدين راح مدينته تلا بعد ثورة 53، ثورة 52، فأقامت له الكنيسة احتفالا في تلا، لأن هو من قرية ميتا بالكوم المتجاورة لقرية طوخ النصارى واللي بتبعد عن تلا 3-4 كيلومتر. في الغرابة إن العصر ده كان طوخ النصارى وميتا بالكوم طوخ النصارى طلعت البابا كيرلس، وميتا بالكوم طلعت السادات، وهما الاتنين اللي كانوا على رأس السلطة في مصر، السلطة الروحية والمدنية. المهم لما راح وعملت له الكنيسة احتفال للبكباشي أنور السادات، وهو في الوقت ده كان طبعا خاطب من بيت الكمشيشي من ناس كمشيش، واحدة اسمها إقباز كان متجوز وعنده 3-4 بنات. طبعا في الوقت ده كان يعني الناس لسه ما نسيتش التاريخ اللي من 3-4-5 سنين كان في السجن، استقبلوه وعملوا له احتفال فقال نحن ابناء خؤولة، ده بيقول الكلام ده في كنيسة مارجرجس في تلا، انتم ابناء خؤولة لنا لان ابراهيم أخونا ابن النبي كان ابنا لأختكم ماريا. فهنا النبي بيقول دول أخوالكم وأصهركم. شفنا كلمة أصهركم لأنكم أنتم نسفتوا الأقباط لما خدتوا بنتهم هاجر وجوزتوها لإبراهيم، نسفتوا الأقباط لما خدتوا بنتهم وجوزتوها لإسماعيل، ودلوقتي هم أبناء هم أخوالكم الأقباط، يعتبروا أخوال المسلمين. وبعدين هم أعوانكم على عدوكم وأعوانكم على دينكم، فقالوا كيف يكونون أعواننا على ديننا يا رسول الله؟ قال يكفونكم أعمال الدنيا وتتفرغون للعبادة، فالراضي بما يؤتى إليهم كالفاعل بهم والكاره لما يؤتى إليهم من الظلم كالمتنزه عنه. نمرة 10، حديث 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أهل الذمة. يا ترى دي استعجاب، أداة استعجاب الله الله زي ما احنا بنقول، وكان دايما الشيخ الشعراوي يقول ان احنا لما نحب نوصف الجمال نقول الله، وفي الانجليزي نقول جود اللي هي جاد. الله الله في أهل الذمة، ولا دي هو بيوصى علينا ربنا.
أهل المدرة السود الصحم الجعان. طبعا ده بيتكلم عن البشرة بتاعتنا اللي هي محصلة أبيض زي الأوروبي والآسيوي ولا أسمر زي الأفريقي. صحم الجعات أجعد الرأس يعني أكرة الشعر، فإن لنا فيهم نسبا وصهرا. رقم 11، قال رسول الله صاهر القبط من الأنبياء الثلاثة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسرى بهاجر، متجوز، كانت ساريته جاريته، وعشان كده قال لها يا هاجر جارية ساراي، ملاش جارية إبراهيم. وبعدين قال له اطرد الجارية وابنها، مش اطرد الجارية الإسماعيل ومراتك، الجارية وابنها. ما ذكرش عن هاجر أبدا إن هي مرات إبراهيم، سارية جارية. صاهر القبط من الأنبياء الثلاثة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام تصرى في هاجر، ويوسف عليه الصلاة والسلام تزوج بنت صاحب عين شمس، معرفش يجيب اسمه، اللي هي السناد بنت فوط كاهنون، فوط فرع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصرى ماريا. حديث رقم 12، إحدى المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسلا من عسل بنها، فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا في عسل بنها بالبركة. انت عارف ان كلمة بنها يعني الزيت، دينه باللغة القبطية، والحاجة التي يسموها بنها العسل، وكانت مشهورة بكوم أتريب اللي موجود في أقدم كنيسة على اسم العذراء القديسة مريم، وتنبأ فيها القديس الأنبا صموئيل المعترف، ودي ليها قصة تانية. واكتشاف كنيسة أتريب سيكون واحدا من علامات قرب الساعة. آخر حديث وهو الحديث 13، يقول الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك خير أجناد الأرض. فقال ولم يا رسول الله؟ قال لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. أدي شريعة الزوجة الواحدة، عجبت رسول الله شريعة الزوجة الواحدة، رسول الله اتبسط منها جدا، وقال ان القبط ومراته انهم وازواجهم في رباط الى يوم القيامة. دول خير اجناد الارض الاقباط. ليه؟ اصل القبط ومراته مرتبطين ببعض الى يوم القيامة، ما بيعاملهاش كائنات يفرغ فيها شهوته، ما بيعملهاش كجسم وجثة تساعده في الانتفاع في الانتهاء من نزوته، ما بيعملهاش كأنها كيان كامل زي ما عمر بن الخطاب قال لمراته أنت كلعبة بجوار الحائط، إذا كان لنا حاجة بك دعوناك، لو كنا محتاجين لك نجيبك، مش محتاجين لك نرميك جنب الحائط. او قيل ايضا لحصير في البيت خير من امرأة لا تلد. وطبعا القصص كثيرة جدا على احترام القبط لزوجته ومحبة القبط لزوجته. 13 حديث، ال13 دول كتبهم الاستاذ احمد عبد الحميد يوسف في كتابه مصر في القرآن والسنة المطبوع سنة 91 في دار المعارف المصرية، وطبعا الكتاب ده موجود في السوق، وكتب هذا الكلام شخص مسلم بقلم مسلم بيد مسلم، ما قلنالوش اكتب كده، لكن هو اللي كتب كده.
يشكر على ما كتبه، ونهدي هذا الكلام إلى كل متعصب لا يحب أخاه المسيحي ويرى في أخاه المسيحي أنه إنسان كافر، أنه إنسان مشرك، أنه إنسان لا يحق له أن يعيش، لا يحق له أن يزاحمه في الحياة، لا يحق له أن يجاوره في العيش. بركة ربنا يسوع المسيح وبركة محبته الكاملة التي أوصانا أن نحب بها بعضنا بعضا فلتكن معنا ولتشملنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.